السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي متابعي ومشاهدي قناة تعلم النجارة مع رحال. أهلا وسهلا بكم في فيديو تعليمي جديد على القناة في اليوتيوب. في هذا الفيديو إن شاء الله سنتطرق إلى تفاصيل وكيفية صنع مائدة صغيرة للأكل. وقبل ما نمر للتفاصيل ما تنساوش تابوناو في القناة، تفعلوا زر الجرس إلى عجبكم الفيديو، لايك إلى ما عجبكمش ديزلايك، ما تبخلوش علينا بالتعاليق ديالكم في الانتظار إن شاء الله. ندوزو إن شاء الله التفاصيل كيفية صنع مائدة صغيرة للأكل. إذن على بركة الله نبدأ إن شاء الله طريقة صنع مائدة صغيرة في البيت. أنا هاد رجلين سبق لي وجدتهم على هاد الشكل هذا، على هاد الشكل هذا أنا وجدتهم في المنشار، آلة المنشار. أنتوما ممكن تخليهم سامبل عاديين، ممكن تديهم عند آلة الخراطة عند الخراط المراي ويصاوب لكم الشكل اللي بغيتو. على أي حال ممكن، مهم أي شكل حبيتو، مهم تقدروا تستعملوه. أنا ختمتهم على هذا الشكل هذا، كنحتاجو ثلاثة الأشكال. كنحتاجو للرجلين، هادو أرجل، وكنحتاجو لهاد البلانشات على هذا الشكل هذا اللي هما كنستعملوهم في الجوانب ديال الكادرمو ديال الطبلة، الكادر التحتاني، يعني الشكل ديال الكادر ديال التحتاني. وكنحتاجو بطبيعة الحال للدوسي، هاد الدوسي هذا ممكن نتوما تستعملوه على شكل يا اما خشب مضغوط يا اما ماسيف، اي شكل بغيتوه. المهم هو يكون لابار اللي بغيتو، المقاس اللي بغيتو نتوما هو المهم. اذا على بركة الله نبداو اول خطوة، الا وهي الارجل، ارجل مائدة صغيرة ديال البيت، يعني ما خصهاش تفوت 40 سنتيمتر. هذه راه ماشي مائده ديال السدادر ديال الصالون، هذه مائده صغيره ديال الاكل ديال الارض. يعني المائده ديال الصالون ديال السدادر، يعني كناخذوا بعين الاعتبار السدادر طالعين، كنديروا في هاد الرجلين هادو كنديروا فيهم 60 سنتيمتر، يعني هو اللي كيتغير بالنسبه لهذا الشكل. هذا الشيء اللي غادي نخدم انايا، اولا الطبله كتكبر الدوسي على الشكل اللي بغيتي. المهم الاساس حنا غادي نخدموا الاساس ديال 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 الخدمه. اولا كنختاروا الرجلين باش كنتراسيو ليهم الاوجه ديالهم على هذا الشكل هذا، كنختاروا هذا الجهه هكا وهاد الرجلين هكا، يعني هكذا باش كنعلمو ليهم الاوجه ديالهم، يعني كنعلمو هاد الوجه هذا هكذا، كنختارو الوجه اللي نقي هكذا، كنقلبوهم هكا، كنعلمو ليهم الوجه الاخر، نعاودو نقلبو هكذا، كنعلمو ليهم الوجه، كنعاودو نقلبو هكذا، كنعلمو الوجه. كتجينا هذه طريقة سهلة جدا، يعني الوجه كيكون باين، هذا وجه هذا وجه، يعني كيبقى لينا الداخل، هذا الداخل هذا الداخل. باش كنقلبوهم هكذا نقدو من واحد الجهة، كناخذوا المقاس اللي عندنا ديال هاد البلانشه، هاد القطعه ديال البلانشه، يعني
عندنا فيها 9 سنتيمتر، 9.5 على سنتيمتر ونصف. يعني انتم يمكن تاخذوا العبار اللي بيتو، غير هو من الافضل ديما العرض يكون عريضة، تكون 9 سنتيمتر، 10 سنتيمتر الفوق، يعني باش ما كانت عريضة كتشد لينا الرجل ديالنا ما كتخليهاش تحرك. باش كنحطوها على الرجل هكذا ما كتخليش الرجل تحرك، يا اما هكذا يا اما هكذا هكذا، يعني كتشد الرجل هكذا، كتشدها مزيان باش ما كان عريض كيشد لينا الرجل. اذا عندنا فيها هنا، ناخذ الابار اللي عندنا فيها هكذا، كناخذ واحد الجهه اللي هي من الفوق، هادو رجلين سبق لي قطعتهم عبار واحد، هنا كنجيو للفوق، الفوق ديال الرجل، وكنعملو واحد التكعيبة ديال 2 سنتيمتر باش كنحبسو الحفرة تبقى لينا لداخل هاد 2 سنتيمتر ديال التكعيبة، باش ما يتهرس لينا اللسان، باش ما يتهرس لينا الرجل، وباش ما يخرجش لينا الحفار للفوق. كنقلبوا الخطه ديالنا، الخطه ديالنا كلها هما الجهه الاخرى، لانه عندنا جوج اوجه، كنقلبوا هكذا. يعني بعد ما كنوجدو الرجلين وكناخدو الجناب ديال الكادر اللي كنسميو حنا القروقة، كناخدو العبار ديال الدوسي اللي عندنا في الدوسي، العبار اللي عندنا في الدوسي، أي عبار بغينا. المهم أنا عندي هنا 67 سنتيمتر، 67 سنتيمتر على 89 سنتيمتر، 89 سنتيمتر. يعني باش كنخدمو هاد الكادرمة هادي، هي ضروري كتكون داخلة على الدوسي، داخلة 3 سنتيم من كل جهة. يعني قلنا كناخدو بعين الاعتبار أن الدوسي غتكون كل جهة داخلة 3 سنتيمتر من كل جهة، من الجهات الأربع 3 سنتيمتر لكل جهة، يعني 67 سنتيمتر غادي نقصو منها 3 سنتيمتر على 3 سنتيمتر، كتبقى لينا هي 6 سنتيمتر، كتبقى لينا 61 سنتيمتر. والجهة الأخرى 89 غادي نقصو منها 3 3، هي 6 سنتيمتر، غتبقى لينا 83 سنتيمتر. يعني 83 سنتيمتر هي اللي غتكون في الكادرمة ديال التحت ديال الرجلين، هي اللي غتكون وهي الاساس. يعني هادو غادي ناخذو نعلمو الاوجه ديالنا هكذا، كناخذو هكذا هنا. عندنا هاد الرجل هادي فيها 6 سنتيمتر، يعني الحفير هنا ما غاديش نخرجوه على برا، اللسان ما غاديش نخرجوه لبرا، اللسان ما غاديش يخرج كامل لبرا، حنا غادي نجيبوه حتى لهنا، غنديرو فيه 4 سنتيمتر هي اللي غنديرو في اللسان، هي اللي غادي نديرو في الحفرة، باش ما تخرجش لنا الحفرة للجهة الأخرى وتكون عيب. غادي نخرجو نديرو 4 سنتيمتر في الحفرة، ونديرو 3.5 في اللسان، باش ما بقاش كنقصو كنزيدو. يعني كنديرو 3.5، هنا كناخدو عاوتاني نفس الشكل ديال التراساج، ديما غادي يبقى يتعاود معانا يتعاود معانا، هي الكادر مال العبار النهائي، ديما كنخرجو منو الجناب اللي واقفين،
هنا عندنا 12 سنتيمتر فيهم بجوج، 12 سنتيمتر كنجيب حتى العلامة اللي علمنا ديال التلسان وكنخرجو كنحطو عليها 12 سنتيمتر، يعني كتكون خارجة 12 سنتيمتر من العلامة اللي درنا ديال اللسان باش كناخدو العبار اللي بغينا. يعني ملي كنخرجو 12 سنتيمتر هنا كنديرو العبار اللي عندنا اللي محتاجين، ألا وهو 61 سنتيمتر. هنا كنعاودو 3.5 ديال اللسان، واللي بقى كنقطعو، واللي بقى خير كنقطعو. يعني كناخدو زاوية قائمة أخرى هكذا هكذا، والبلاصة اللي بتقطع كنديرو عليها علامة كروة، البلاصة اللي كتقطع كنديرو عليها علامة كروة باش نقطعها باش منساوهاش. يعني البلاصة اللي كتقطع كنديرو عليها كروة باش منساوهاش. هنا بالنسبة للخطة باش كنقلبوها، ما كنقلبوش الخطة على جوج جوايه، كنقلبوها غير من جهة واحدة، غير من جهة الفاص، لأنه عندنا حنا هاد البلانشة ما غليظاش رقيقة، يعني غادي نديرو فيها لسان هي من واحد الجهة، فاش كنديرو لسان من واحد الجهة كيبقى لينا واحد الشوي، يعني ما كافيناش باش نديرو سميتو، أولا ندخلو البلانشة كاملة، ولكن من الأحسن باش يتشد لينا الركاب، من الأحسن نديرو اللسان، ما نخشيوش بلانشة كاملة. حيت هادي حيت هاد التلسينة هادي الخطة كتعاوننا في الركاب ديال الرجلين. يعني كنقلبوها غير من جهة الأمام، حيت عندنا رجل غليظة، باش كنحطو رجل هكا، هنا كنديرو الحفرة فين ما بغينا، يعني بهاد الشكل، نقلبو خطة وحدة من الأمام. وحدة من الأمام كنجيب لها الطوال تا هما، كناخدو الوجه كذا، ناخدو الوجه نفس العملية، كنجيو للجانب كنديرو 3.5 ديال اللسان، كنخرجو 12 اللي عندنا في رجلين، 12 سنتيم ديال اللي عندنا في رجلين 12 سنتيم، كنديرو العبار اللي عندنا اللي هو 83، كنديرو 3.5 لسان الآخر، ديما كنديروها على برا، مكنديروهاش لداخل، إلا درنا لداخل غادي تنقص لينا العبار. يعني كنديرو الخطة اللي بغينا، كنخرجو 12 سنتيمتر، كنديرو التلسان أولا 3.5، العلامة اللي درنا كنحطو عليها 12 سنتيمتر ديال الرجلين، كنخرجوها من فوق العلامة هكا، كنديرو العبار اللي بينا 83، كنجيو تاني من الخطة تاني كنعبرو 3.5 ديال اللسان، 3.5 زايدة على ديال اللسان، الجهة الزايدة كنعلموها باش كنقطعوها كنعقلو عليها. هنا كنجيو كنقلبو الخطة ديال اللسان، دائما من الفص، دائما من الأمام، خطة واحدة.
اذا فاش كنتراسيو هذا الكادر ديال الكادر ما ديالنا ديال البلانشات ديال الكادر ما مع الرجلين، الدوسي عندنا راه موجود. باش كنمشيو نحفروا الحفير ديال باش كندخلوا فيهم السونه، كنجيو هنا للجنب، يعني حنا مخيرين الا غندخلوا بواحد الشوي واحد 3 الملم او لا، يعني غادي تزاد واحد 3 الملم غندخلوا بها هكا او لا نص سنتيم، كندخلوا بواحد نص سنتيم هكا وكنتراسيو كندخلوا بواحد نص سنتيم هكذا باش كتجينا الحفره ديما. الا جاتنا الحفره في الوسط باش ما دخلنا بالحفره لداخل كتجينا مزيانه، هي ما ندخلوش بزاف حيت حنا شدينا ديجا العبار ديال 3 سنتيم اللي شدينا في الجنب، يعني الا زدنا دخلنا بشي حاجه اخرى يعني كندخلو بزاف. يعني انا زدت غير هاد الشويه هذا واحد 3 الملم 3 ملم او لا نص سنتيمتر باش كنفورسيو الحفير وكنديرو علامة من الخلف هكذا، علامة من الخلف على باش كتعطينا هذا، يعني حنا كنجيو لهذا الخط هذا وكنحفرو الحفرة منه هكا من الفوق من الخط لجهة الفاص لجهة الوجه. نمشيو على بركة الله نحفرو هادو تا هما ونوجدو هادو تا هما في الدرعين ديال الرجلين، نوجدوهم تا هما نقطعو عليهم اللسونة باش ندوزو إن شاء الله الجمع النهائي ديال الطبلة. بالنسبه للوجه، الوجه ديما هو اللي كيكون الوجه
يكون يكون التحت. Thank you.
فبعد ما زيرنا الطبلة على هذا الشكل هذا، يكون هذا هو الشكل النهائي ديالها، نخليوها تنشف. ومهم هذا هو الشكل النهائي ديالها. كنتمنى يعجبكم الفيديو، وما تبخلوش علينا بلايك ابوني. إلى فيديو قادم بحول الله، إن كتب الله اللقاء والبقاء.